تصنع عاطفتك عندما تحب وعندما تبغض. لماذا نحب ولماذا نبغض؟ ربما كنا نحب ونبغض تأثرا بالبيئة التي عشنا فيها. لو رجعنا إلى أنفسنا الآن فإننا نجد أننا لا نختار حبنا ولا بغضنا، بل لأن آباءنا يحبون هذا أو ذاك، أو أمهاتنا يحببن هذا أو ذاك، أو يبغضن هذا أو ذاك. فننطلق، لماذا نحب؟ لأن آباءنا يحبون. ولماذا نبغض؟ لأن آباءنا يبغضون، أو لأن رفاقنا يبغضون ويحبون، أو لأن التعليمات عندما ننتمي إلى حزب أو إلى حركة أو إلى منظمة، لأن التعليمات الحزبية تقول أحب فلانا وأبغض فلان، دون أن نعرف لماذا نحب ولماذا نبغض. أيضا في هذا المجال عليك أن تعرف أن حبك ينعكس عليك سلبا أو إيجابا، وأن بغضك ينعكس عليك سلبا أو إيجابا. الذين يفرضون عليك الحب والبغض لا يتحملون مسؤولية ذلك في النتائج السلبية أو الإيجابية، أو الذين يصدرون إليك تعليمات في الحب والبغض لا يطالهم من ذلك شيء. كما يقول الإمام علي لبعض الناس الذين قد يغرهم مدح الناس لهم، قل لا يغرنك سواد الناس عن نفسك، فإن الأمر يصل إليك دونهم. هو يحكي لك الحكاية ويعطيك التعليمات بروح، بس النتائج تجي لك.